بعد مسار طويل أشعر أن شيء ما غير طبيعي في الملف للأسف. يعني مداخلة أو تصريح الذي قاله عبد الصمد إدريسي أصاب كبد الحقيقة. ما معنى أن يرجئ شخص كلمته إلى التعقيب؟ ما يرافعش ولكن يعقب، علما أن المادة 427 لا تعطيه الحق، لأن تكلمات على الكلمة المطالب بالحق المدني ودفاعه في الشق المتعلق بالموضوع في المطالب المدنية في المرافعة، يا إما يتكلم المطالب بالحق المدني أو الدفاع دياله. في التعقيب ما تكلمش على الدفاع ديال المطالب بالحق المدني، تكلم على المطالب بالحق المدني والنيابة العامة. النص صريح 427، بمعنى أن ما دام المشرع تكلم عليها قبل بشوية، قال أن الكلمة المطالب بالحق المدني والدفاع من بعد مباشرة في جملة تكلم على المطالب بالحق المدني دون الدفاع دياله، يعني ما خصوش يتكلم في التعقيب، في حين أعطى هذا الحق هذا للنيابة العامة وأعطى الكلمة الأخيرة للمتهم أو دفاعه. وأنا فصلت في هذه النقطة هذه في واحد التدوينة كتبتها، فصلت فيها مزيان وبينت أن عندنا الحق التعقيب بناء على هذا الأمر. هذا الشيء كله دوزناه ماشي مشكل، قال لك سيدي يعقبوا، ماشي مشكل يعقبوا، لكن يعقبوا في الشق المدني في المطالب المدنية. المحكمة احتراما لها قالت كاسيدي يعقبوا دون أن تحدد المجال الذي يعقبوا فيه. فإذا بنا نفاجأ أن التعقيب ماشي في الشق المدني في الدعوة العمومية، ولكن الصدمة الكبيرة ما هي؟ هو أن هذاك ماشي تعقيب، هذيك مرافعة كاملة بدءا بالتعاريف ديال الجرائم والاجتهادات القضائية الوطنية والدولية وقراءة المحاضر والتعقيب على التصريحات لا المتهم لا المطالبة بالحق المدني. يعني هذه مرافعة. ما معنى التعقيب؟ التعقيب هو أن تستدرك أو تعقب على دفاع المتهم، هذا هو التعقيب. تشد المرافعة دياله وتقول راه الدفاع راه فين غلط، ها فين كذا، ها فين كذا، وها الصواب. ولكن أن تبني مرافعة متكاملة وتقول لي تعقيب، هذا ليس تعقيبا، هذه مرافعة. هنا فينا نحسس بشي حاجة ماشي ما فهمتهاش أنا شخصيا، شي حاجة ما فهمتهاش، ونبهنا، ولكن للأسف الشديد تنحس أنا بشي حاجة ما عرفتهاش، ما قدرش نسميها، وإنما أنا في الداخل ديالي أنا أتألم، في الداخل ديالي أنا أبكي، لأن هذا الوضع هذا غير طبيعي. ما خصهمش يتكلموا أصلا، ولكن باش يدير مرافعة متكاملة ويسمى تعقيب، هذا سميه أي شيء إلا القانون، والله أعلم.